صدر عن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه مرسوم رقم 77 لسنة 2024 بتعديل بعض أحكام المرسوم رقم 78 لسنة 2021 بإعادة تنظيم الجهاز التنفيذي للمجلس الأعلى للبيئة وذلك بناء على عرض نائب رئيس مجلس الوزراء وبعد موافقة مجلس الوزراء جاء فيه يضاف بند جديد برقم 12 الى الماده الاولى من المرسوم رقم 78 لسنه 2021 باعاده تنظيم الجهاز التنفيذي للمجلس الاعلى للبيئه نصه الاتي مدير عام حمايه الحياه الفطريه